LifeUP هو حلم كان موجود عند 3 أشخاص. الحلم ده إن إحنا يبقى فيه مكان نقدر إن إحنا نروح نكتشف فيه مواهبنا الجديدة، أو إن إحنا ننمي المواهب القديمة اللي التشالنجز والستريس اللي موجود في الدنيا خلتنا نبطل إن إحنا نعملها. LifeUP بالي عندنا LifeUP أدل بالي سكول وLifeUP جونيور بالي سكول. في الأدل بالي سكول بنبتدي من سن 16 لغاية نو ايج ليميت. في الجونيور بالي سكول بنبتدي من سن 4 لغاية سن 16. الأدل بالي سكول والجونيور بالي سكول الاثنين بيتبعوا الأمريكان ستاندردز. رؤية LifeUP أرت إن يبقى فيه جيل من الفنانين يدرك ويتعلم إيه هو الفن الحقيقي. المدرسة بتاعتنا لصغيرين وكبار، وده بيحصل من خلال المنهج متقسم مستويات. المنهج ده بيدي فنانين من فنون جميلة فنون تطبيقية. We treat music هنا في LifeUP Music as a language، وده approach musicians كتير قوي أخدوا. It doesn't matter انت عندك كام سنة أو إيه الباك جراوند بتاعك، ناس كتير قوي بتتعلم وهي كبيرة. هنا احنا بنحاول نعمل كده لأي age. بنعمل كده within workshops within one-to-ones في instruments مختلفة، بيانو، جيتار، فيولين، درمز. احنا في LifeUP Fit عندنا categories كتيرة ومختلفة من الكلاسز بتناسب أي سن أي عمر. الكلاسز دي كارديو كلاسز، ويت لوس كلاسز، فليكسيبيليتي، يوجا كلاسز. والبروجرامز دي بتنزل كل شهر على السكادول بتاعنا وبتتغير كل شهر. رؤيتنا في LifeUP سكيلز ان احنا نقدر نبني اجيال قادره انها تشتغل على شخصيتها ومهاراتها وتعرف قيمها وتقدر تغير من مجتمعها لما بتعيش حياه متزنه. LifeUP سكيلز بتقدر كمان تدي التريننج بروجرامز بتاعتها جوه السيرفيس لاينز بتاعت LifeUP، جوه LifeUP بالي، جوه LifeUP ارت، جوه LifeUP فيت، اند جوه LifeUP ميوزك، بحيث ان الجونيورز والادلتس في كل مدرسه من المدارس يقدروا ان هم يشتغلوا على شخصياتهم ويطوروا كمان من الجزء مش بس التكنيكال لكن كمان الجزء الخاص بالفاليوز والاثكس اللي بيعيشوا بيها. We promise ان LifeUP بالي يخليكي باليرينا strong, toned, flexible and confident. انا سمر اكلاديوس من LifeUP بالي. لو انت حابب تتعلم فن وعايز تعرف اكثر عن الفن انضم لينا دلوقتي. انا مونيكا من LifeUP Art. Pick your instrument ويلا نبتدي. This is Ashraf, LifeUP Music. اخر حاجه عايزه اقولها and your challenge is always mental, not physical. أنا نورهان بستويسي، LifeUP Fit. Join us for LifeUP to get the transformation experience. أنا روني برسوم، co-founder LifeUP. مستنيين نشوفك في LifeUP علشان تعيش وتختبر تغيير حقيقي في حياتك. أنا ميريام، one of LifeUp's co-founders.